بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ديت الحلقة 7 الأخيرة بإذن الله. هتكلم على الكوست والكاش فلو. طبعا في مدار الحلقات اللي فاتت كلها كنا بنتكلم على الأكتيفيتيز والطرق تمثيلها وقلنا ريسورس مانجمنت. النهاردة بقى هنفهم إزاي خلال المشروع بتتم التدفقات المالية، بمعنى إيه المقاول بيدفع فلوس إزاي وبيجيله فلوس ازاي. في الاخر هنوصل لتشارت معين كده نفهم بيه التدفقات خلال المشروع كله. معانا في الحلقة حاجتين، اول حاجة الكوست اكسبريشنز، برضو هنعرف شوية مصطلحات عشان نبدأ نستخدمها في المسائل، ومثال الاكسبريشنز اللي معايا. اول حاجة الكوست كمصطلح هنفهم يعني كلمة كوست، ونفهم ان هي نوعين، في نوع دايركت ونوع اندايركت. تاني حاجة يعني ايه كلمة مارك اب، وهنفهم يعني ايه كلمة برايس. هما 9 مصطلحات بس احنا هنجيب اول 3 مع بعض. يعني ايه كوست؟ قالك كلمة كوست ديت حاجتين، يعني عبارة عن حاجتين. الحاجة الأولانية اللي هي الدايركت كوست، تمام، وديت اللي بحسبها حسابات بالايد وكده، والاندايركت كوست. الاندايركت كوست ديت اللي هي التكلفة الغير مباشرة، وديت اللي بحسبها كنسبة من التكلفة المباشرة. بمعنى ايه؟ ان الدايركت كوست ليها قانون اللي هي عبارة عن تكلفة المواد زائد تكلفة الفرق. لو انا عندي مثلا نشاط معين عشان احسب له الدايركت كوست بتاعته، اشوف المواد بتكلف كام و الفرق بتكلف كام. الكلام ده برضه متوقف على المدة، وكنا قلنا الكلام ده قبل كده. يعني تكلفة المواد، يعني كانت في مسألة المدة وكده كنا بنقول ان احنا ممكن نحسب الكوست. تكلفة المواد عبارة عن الكمية في تكلفة الوحدة الواحدة. تكلفة الفرق المدة الزمنية اللي بيخلصها عدد فرق معين في تكلفة الفريق، تمام. يبقى انا كده قلت التكلفة المباشرة. طب التكلفة الغير مباشرة ممكن اقسمها لحاجتين، مصاريف موقع او مصاريف شركة، ودي زي ما قلنا نسبة من 5 لـ15 ومن 2 لـ5% من الدايركت كوست كمصاريف شركة. وفي هنا ملحوظة بتقول ان هي ممكن ما تكونش المصاريف الشركة ديت يعني غير دقيقة، لان الشركة ما بتشتغلش طول السنة في مشروع واحد. ما علينا، الفكرة بس كلها ان لما يجي يختبرك في موضوع الكاش فلو، المسألة هتبقى اكبر من انك تحسب الدايركت كوست لكل نشاط زي ما احنا قلنا قبل كده. برضو في الديوريشن عشان يختبرك في ريسورسز مانجمنت، مش هيقول لك تعالى احسب لي النشاط الفلاني مدته قد ايه، ويبدأ يديك لكل نشاط المعلومات عنه، تمام. بس ديت للعلم بالشيء، عشان لو جاب مسألة وقال ايه وهل احسب الدايركت كوست والاندايركت كوست، تمام. كده احنا تقريبا فهمنا يعني ايه كلمة كوست، تمام. كوست يعني تكلفة مباشرة وغير مباشرة. قلنا التكلفة المباشرة دي بتبقى مواد وعمالة ومعدات، تمام، والتكلفة الغير مباشرة بتبقى زي مصاريف الموقع او مصاريف الشركة، تمام. دي التوتال كوست. تيجي نشوف تاني مصطلح معانا وهو المارك اب. يعني ايه كلمة مارك اب؟ يعني هامش ربح، تمام. وديت بيندرج تحتها شوية حاجات زي الانفستمنت اللي هو الاستثمار او الريسك، والنت بروفيت، تمام. يعني ممكن ندي نسبة للانفستمنت اللي هو 1% والريسك مثلا 1%، والربح بتاعنا هو الباقي من المارك اب، تمام. كده احنا برضو فهمنا المارك اب. عشان نجمع بقى ما بين الكوست والمارك اب، في معادلة بتقول ان ده هو البرايس، تمام. يبقى البرايس او البيل برايس اللي هو عبارة عن التوتال كوست زائد المارك اب. تاني، السعر اللي بيبقى محطوط في المناقصة وكده اللي بيحطه المقاول، مش احنا كنا بنقول في طرح المناقصات وكده كان بيجيب المقايسة المقاول ويحط فيها السعر بتاعه، او السعر ده بقى شامل الكوست اللي هيدفعها وشامل المارك اب اللي جواها اصلا هامش الربح بتاعه، تمام.
فهو لما يجي يتحاسب بيتحاسب على البرايس، ما بيتحاسبش على الكوست، لان لو اتحاسب على الكوست كده هيخسر، كده مش هياخد هامش الربح بتاعه. فعشان كده بيبقى دقيق جدا هو بيحسب النسب ديت، بحيث انه لو مثلا الكوست زادت عن ما هو عامل البرايس هيضطر يدفع الباقي ده من جيبه، تمام؟ يعني يدفع الباقي الاول من هامش الربح بتاعه لحد ما يقلب معاه ويدفع من جيبه. كده احنا جاوبنا على السؤال اللي كان بيقول ايه الفرق بين التكلفة والبرايس، تمام. تعالى نخش بقى كده، المحاضرة دي خلصت، تعالى نخش على بقية الاكسبريشنز، تمام. الاكسبريشن رقم 4 معانا هو سيموليتيف كوست. ايه هي السيموليتيف كوست؟ احنا كنا بنقول ان الكوست عبارة عن دايركت كوست وانديركت كوست. طب بالنسبة للسيموليتيف، السيموليتيف كوست معناها ان مثلا انا عندي 4 اسابيع، تمام. في مثال هيوضح الدنيا دلوقتي، بدفع كل اسبوع 1000 جنيه، تمام، كمصاريف انا كمقاول، دي الكوست بتاعتي. السيموليتيف ان انا عايز اعرف انا في الشهر الكام او في الاسبوع الكام، قصدي اسف، دفعت كام. بمعنى ايه؟ هجمع كل حاجة على اللي بعدها، يعني مثلا 1000 زائد 1000 2000، يبقى انا في الاسبوع التاني دفع 2000، 2000 زائد 1000 بتاع الاسبوع التالت يبقى 3، وهكذا لحد ما اوصل مثلا في الاسبوع الرابع ل 4000. يبقى انا كده كمقاول عايز مثلا اعرف انا دفعت كام طول المشروع، هيقوم قايل لي ايه؟ 4000. طب ايه كلمة اكسبينس بقى؟ السيمولاتيف كوست ده لما يكون المقاول هيدفع على طول اول اسبوع، يعني لما يدفع الكوست بتاعته اول اسبوع، اسبوع باسبوع يعني، من بداية من اول اسبوع، يبقى ده اسمها سيمولاتيف كوست. لكن لما اجي ادفع اخرها شوية يبقى اسمها اكسبنس، اللي هي الانفاق او النفقة يعني. يعني الكوست التكلفة لما بتدفع في وقتها، لكن الاكسبنس لما تدفع بعدها بفترة. فهو ساعات بيقول اكسبريشن كده معين، يقول لك ايه، هيقول ان المقاول بيدفع المصاريف بتاعته او النفقات بتاعته immediately، يعني ايه، في الحال، يعني بيدفعها على طول. معنى كده ان السيميوليتف كوست بتساوي الاكسبنس، تمام. ده التعبير رقم 5. طب يعني ايه بقى ريفينيو؟ ريفينيو ديت اللي هي المصروفات بتاعتك، تمام. دي بتبقى ايه بقى؟ بتبقى عبارة عن السيميوليتف كوست، تمام، زائد المارك اب بتاعتي. بس برضو المارك اب سيميوليتيف، يعني احنا من بعد الاكسبريشن 4 ده لحد رقم 9 كله سيميوليتيف. بمعنى المثال هيوضح كل ده ان شاء الله، تمام. كده الريفينيو. طب يعني ايه ريتينشن بقى؟ ريتينشن ده بيبقى ضمان، ده بيبقى زي مبلغ كده معين، ضمان ان المقاول يعني ايه، يضمن ينفذ الاعمال اللي هي مطلوبة منه، ما يمشيش يعني ويسيب المشروع ويبوظه. فانا كل لما اجي ياخد فلوس مثلا معينة وانا بديله الفلوس، بخصم منها مبلغ معين عشان ابقى اديهوله بعد فترة معينة اتفقنا عليها احنا الاتنين، تمام. طب ايه هو الانكم؟ الانكم عبارة عن الريفينيو نقص منها المبلغ ده. يعني المقاول بقى هيبدأ يقبض ايه؟ المقاول هيبدأ يقبض الانكم بتاعته، هيجيله الريفينيو نقص منها الايه؟ الريتنشن. الكاش فلو هنفهمها ان شاء الله. يعني عشان نبدأ نفهم من رقم 4 لحد رقم 9 المصطلحات دي كلها، هنعمل مثال بسيط كده خالص على الكلام ده. المثال بيقول ان انا عندي مقاول، تمام. المقاول ده عامل مشروع، احنا مبسطين الدنيا خالص، في خلال 4 اسابيع، تمام. كل اسبوع كان بيدفع 1000 جنيه، في نهاية الاسبوع الاول دفع 1000 جنيه، في نهاية الاسبوع التاني دفع 1000 جنيه، وهكذا في التالت والرابع، تمام. يبقى اللي قدامي ديت هي عبارة عن التوتال كوست، تمام. يعني هو خلاص حاسب الدايركت والانديركت، وقام قايل لك خلاص انا هدفع 1000 جنيه في نهايه كل اسبوع. طبعا الكلام ده في الحقيقه مش بيحصل، يعني مش كل الاسابيع نفس الرقم، تمام. بس ده مثال للتبسيط فقط. فهو بيدفع كل اسبوع نهايه كل اسبوع 1000 جنيه توتال كوست، تمام. تيجي نحسب السيميوليتيف كوست، تعال، يبقى هي عباره عن ال 1000، تمام. 1000 زائد 1000 يبقى 2000، زائد ال 1000 بتاعت الاسبوع الثالث يبقى 3000، تمام، زائد ال1000 بتاعت الاسبوع الرابع يبقى 4000. يبقى المقاول بعد 4 اسابيع دفع 4000 جنيه، تمام. طبعا انا مزود خانة الاسبوع الخامس ديت، وهنقول ليه دلوقتي. يبقى ديت سيميوليتيف كوست. طب تيجي نشوف الاكسبنس. قال لك ان
قال لك ان المقاول هيدفع المبلغ بتاعه immediately زي ما احنا كنا بنقول. يبقى السيموليتيف اهو تمام، اللي هو الصف الثاني ده اهو، الصف الثاني هو الصف رقم 3 اللي هو الاكسبنس تمام. تعالى بقى نحسب تالت حاجة او التعبير اللي كان معانا اللي بعد الاكسبنس اللي هو الريفينيو تمام. يبقى هو عبارة عن المارك اب زائد سيموليتيف كوست. فهو كان بيقول هنا في المثال بتاعي ان المارك اب عبارة عن 5%، يعني انا هضرب كل رقم من السيموليتيف كوست في 5%، واحد يعني هيبقى في النهاية 1.5%. يبقى 1.5% في الألف هتدينا 1050، هكذا في الألفين لحد ما أوصل لل4000. هنلاحظ حاجة مهمة جدا، الفرق ما بين آخر ريفينيو مع البتاع اللي هو السيميوليتيف كوست هيتبقى لي اللي هو المارك أب بتاعه، يعني العائد بتاع المقاول في النهاية خالص هما 200 جنيه تمام. دومت المارك أب بتاعه خلال المشروع ده تمام، ده مشروع بسيط جدا. فتالت حاجة بقى معايا، يعني احنا خلاص قلنا الصف ده اللي هو الصف بتاع ريفينيو تمام. قال لك ايه بقى؟ ده كل اللي فات ده كان طريقة الانفاق، يعني المقاول دفع ايه تمام. يعني الشوية ده همت، الاربع صفوف ده همت، هم عبارة عن المقاول دفع ايه. طب طريقة الدفع بقى اللي هي من المالك للمقاول هتتم كالآتي. قال لك ان هو هيأخر الدفع بتاعه مدة واحدة من مدة المشروع، يعني احنا قلنا ان المدة الواحدة هي اسبوع، فهو المالك لما يجي يدفع للمقاول هيتأخر اسبوع واحد تمام. فعشان كده اما نيجي نحسب بقى الحاجات الباقية اللي هي الخاصة بالانكم، اللي هي زي الريتنشن والحاجات دي كلها، هنأخر مدة الدفع ليها اسبوع او فترة. فعشان كده انا قلت انا هحط الاسبوع الخامس واقول لكم كمان شويه انا هحطه ليه تمام. فيبقى ال 1050 هترجع ورا، وهكذا بقيت الصف اللي هو كان بتاع الايه اللي هو اخر حاجه خالص تمام. زي ما احنا كنا بنقول، هو المفروض بقى دلوقتي المقاول ياخد من المالك تمام 1050 في الاسبوع الثاني، لان احنا قلنا هيقبض بعد ايه اسبوع متاخر، هيقبض 1050. فهو راح يديله ال 1050 كده، قام قال له لا استنى انا هاخد منك 105 ك ريتنشن تمام، يعني بنسبة 10%، ودي النسبة برضه بيبقى محددها في المسألة. يعني يقول لك ايه ريتنشن بيساوي 10%، يعني اول راح يعد كده 1050 قال له لا هات لي منهم 105 تمام. دمت الريتنشن، دمت ضمان تنفيذ الايه الاعمال، عشان بعد كده لما يجي في الاسبوع الثالث والرابع يبقى هو ليه فلوس مع المالك، يبدأ ايه ينفذ بجدية تمام. فعملنا الكلام ده برضه في الأسبوع التالت، طلع 10% من 2200 هتطلع ب 210 و315 من 3150 و420. يبقى إجمالي الريتنشن بتاعتنا هي 420 جنيه تمام. أما نيجي بقى نجيب الإنكم اللي هو المصطلح اللي هو كان معانا رقم 8 تمام. احنا كده دلوقتي فهمنا يعني ايه ريفينيو، فهمنا يعني ايه ريتنشن، والانكم اللي هو ايه الدخل اللي بيوصل للمقاول في النهاية خالص، في نهاية الأسبوع أو في نهاية الفترة. يعني تطرح القيمة اللي هي 1050 ناقص من الريتنشن اللي هو 105، هيطلع لك 945. يبقى هو بعد أسبوعين كان صرف هو مبلغ معين ووصل له 945. طب بالنسبة للأسبوع اللي بعده هتطرح برضو 2100 نقص منها 1800 و2000 أو 210 آسف، هيدي لك 1890، وهكذا كل الارقام. طب احنا كنا بنقول ان هيتبقى في النهايه خالص مبلغ ريتنشن، يعني هتقوم انت قايل مثلا ان ال 4000 هتنقص من 420 يدولنا 3780. بس الكلام ده مش هيحصل، يعني هو كان ممكن بعد ما يخلص المشروع خالص او بعد ما يخلص حتى الاسبوع الخامس، اللي هو المشروع اصلا خلصان في الرابع، بس احنا قلنا ايه هنأجل الدفع لحد الخامس. كان ممكن الريتنشن الاخيره خالص اللي هي ب 420 ديت المقاول قصدي المالك اسف يقول له تعالى مثلا في الاسبوع السادس ولا السابع خدهم، لكن هنا في المساله هنا قال لك لا انا هديله في نهايه الاسبوع الخامس، هديله الايه الريتنشن بتاعته كامله. فعشان كده في الاسبوع ده
الاسبوع الخامس اخد الايه ال 4200 كاملين، تمام، اللي هو اجمالي الريتنشن اللي كان عمال يخصمهم كل ايه كل اسبوع، تمام. يعني اللي فات ده كله تعالى نقول كده تاني. اول حاجه كان في التوتال كوست، بعد التوتال كوست عملنا السيموليتيف كوست، تمام، وقلنا ان الاكسبنس هنا هتساوي السيموليتيف كوست. ليه؟ لان المقاول هيدفع للعمال وكده، او النفقات بتاعته هيدفعها على طول، تمام. بعد كده جبنا حاجه اسمها الريفينيو، اللي هي عباره عن السيموليتيف كوست مضروبه في 1 زائد المارك اب، نسبه المارك اب. يعني مثلا احنا كنا بنقول في المثال ده 5%. بعد كده ده كل اللي فات ده كان نظام الانفاق، اللي هو كان بينفقوا المقاول على الايه العمال والعماله بتاعته وكل حاجه يعني، تمام. طب نظام الدفع بقى اللي هو الشويه دمت، تمام، اللي هيبقوا من المالك للمقاول. قلنا هيتاخر الدفع مده واحده، اللي هي يعني المده بالنسبه لنا هي الاسبوع. يبقى اول حاجه عندي ال1050 دي هترجع ورا لحد الاسبوع الخامس، واحنا كنا بنقول بنزود اسبوع او اتنين او تلاته على حسب ما المالك يبدا يدفع للمقاول. بعد كده قلنا لضمان تنفيذ الاعمال هناخد منه 5% ريتنشن، وقلنا اللي بيوصل للمقاول في النهايه خالص هو عباره عن اللي هو الريفينيو بعد التحريك، يعني بعد ما شفته كده اسبوع، تمام، نقص منها الايه ال105 اللي بالنسبة لي هي الريتنشن. قام طالع لي المقاول بياخد في النهاية كام، لحد ما قلنا في شوية ريتنشن هيتبقوا في الآخر خالص، قلنا في الإيه هيدفعهم له في نهاية الأسبوع الخامس. الكلام ده كله كويس، يعني احنا كده دلوقتي فهمنا يعني إيه سيميوليتيف كوست واكسبنس وريفينيو وريتنشن وانكم. الانكم ده اللي بيوصل في إيد المقاول في النهاية خالص. عايزين بقى نعرف يعني إيه كاش فلو. الكاش فلو ده بيحدد، أو هو الدايجرام بيترسم عشان يحدد ايه التدفقات المالية اللي بياخدها المقاول في نهاية ايه في نهاية او في كل فترة معينة من فترات المشروع، تمام. وده هيوضح لنا دلوقتي على نفس المثال برضو. يعني بالنسبة مثلا لأول أسبوع هو ما أخدش حاجة خالص، تمام. في بداية الأسبوع اللي هو التاني اللي هو هنا كده ما كانش برضو أخد أي حاجة، هو كان صرف بس صرف كام؟ صرف 2000 جنيه، تمام. فعشان كده هقول ان الكاش فلو بيساوي الانكم اللي هو باللون الاخضر ده، تمام، هطرح منه الايه السيموليتيف كوست، تمام، بس هطرح في بدايه الاسبوع ونهايه الاسبوع. بمعنى ايه؟ ان هو زي ما احنا قلنا هنا خالص هو كان صرف 2000 جنيه على مدار الاسبوع ده، فالاسبوع التاني، فهو هنا ما قبضش الا في نهايته 945. فهنقول ان الانكم هنا بصفر، تمام، في بداية الأسبوع. هنطرح منه ال2000 اللي هي كانت هنا، هيديني سالب 2000. طب أما أجي أطرح هنا بقى ال2000، أو قصدي آسف 945 اللي هو الإنكم، هنقص منها سيموليتيف كوست اللي هي ب2000، هيطلع لي بسالب 1055، تمام. يبقى أنا دلوقتي أقدر أمثل الأسبوع التاني كاش فلو خط رأسي كده، إن في الأسبوع التاني كان في البداية هو كان دافع 2000، بعد كده دفع 1050. ليه؟ لأنه وصل له 945. طب بالنسبة للأسبوع التالت، في البداية خالص هو كان دافع 3000، وما ننساش إن هو كان وصل له في نهاية الأسبوع التاني اللي هو برضه يعتبر بداية الأسبوع التالت 945، يبقى 3000، تمام. يعني نقول 945 هنا بالموجب اللي هو الإنكم، هنطرح منها ال 3000، هتطلع لي ب 2055 بس بالماينس، تمام. نفس الكلام هنا، خلاص هو قبض بقى ال 1890. احنا قايلين 1890 ناقص منها ال 3000 هتدينا الايه السالب 1110، تمام. بعد كده نفس الكلام هنا، هو كان اخر حاجه خالص قبضها في الاسبوع الثالث هي 1890، هيبقى هما بداية الأسبوع الرابع، يبقى هنقول 1890 نقص من ال 4000 اللي هما ال simulated cost، هيطلع لي الرقم ده، تمام. طب هو في نهاية الأسبوع الرابع كان قبض الرقم ده اللي هو 2835، هنطرحها من أو هنطرح منها ال 4000 هيدينا الرقم ده، تمام. يبقى كده وصلت برضو الأسبوع الرابع تدفقات الإيه المالية اللي فيه. هنشوف دلوقتي إزاي نرسم الإيه الكيرف بتاعنا.
بعد كده ال 2835 هيبقوا هما بداية الأسبوع الخامس، وهنقول إن هي ناقص منها ال 4000. إحنا كنا أصلا مدينا ال 4000 ديت لأنها كانت ثبتت للأسبوع الخامس، تمام؟ هنقول إن ال 2835 ناقص منها ال 4000 هيدولنا الرقم ده بالماينس. طب في النهاية خالص هو كان وصل له المبلغ بتاعه كاملا في نهاية الأسبوع الخامس، يبقى ال 4200 نقص منها ال 4000 هيدولنا ده أول رقم موجب يظهر معانا اللي هو ال 200. ال 200 دي اللي كنا قلنا عليها في البداية خالص، اللي هي كانت المارك أب بتاعة الراجل طوال المشروع، تمام؟ تيجي نرسم بقى الرسمة بتاعتنا، تمام؟ هنقول ايه؟ عندك الاسبوع بداية من الاسبوع التاني بدأنا ايه نعمل الكاش فلو، تمام؟ اول حاجة زي ما احنا كنا بنقول اللي هو عبارة عن 2000، 2000 وشوية، تمام، بالماينس. بعد كده اما دفعنا عليه الفلوس، المبلغ كان جه وصل له اللي هو 945، قام راجع ورا شوية ل 1000 وشوية، تمام. بعد كده في الاسبوع الثالث اما كنا بنقول ال 3000 ناقص منها 945 اللي هما كان اصلا بداية الثالث، هيطلع لي الرقم ده. بعد كده اطرح منها اللي هو الانكم، هيطلع لي الرقم اللي هو بتاع الانكم بتاع الاسبوع الثالث، هيطلع لي الرقم ده، وهكذا لحد ما اوصل خالص للاسبوع الخامس اللي هو هيطلع لي فيه رقم سالب اللي هو في بداية الأسبوع، ورقم موجب اللي هو في نهاية الأسبوع. في الآخر خالص هيطلع لي رقم موجب اللي هو الـ200 اللي قدامنا ديت، اللي هي الإيه المارك أب بتاعتي اللي هو مكسب الإيه المقاول من المشروع، تمام كده. بمثال بسيط خالص قدرنا نعرف الإكسبريشنز ديت، فهمنا يعني إيه كوست، دي دايركت وإندايركت، فهمنا يعني إيه مارك أب، تمام، ديت بيبقى فيها مخاطرة وانفستمنت وهامش الربح. بعد كده عندي البرايس اللي هو عبارة عن مجموع الكوست، قلنا ان البرايس هو عبارة عن الكوست زائد المارك اب، بمعنى ان ده اللي اصلا كاتبه المقاول في المقايسة كسعر عليه، وخلاص حط نسبة الربح بتاعته زائد الكوست، تمام. واحنا بنعمل بقى مسألة السيميوليتيف، المسألة قصدي اسف بتاعة الكاش فلو، فهمنا الاكسبريشن من 4 لحد 9 اللي هم يعني ايه سيميوليتيف كوست، يعني ايه اكسبنس، يعني ايه ريفينيو، يعني ايه ريتنشن، وايه الانكم، وايه هو الكاش فلو نفسه. دلوقتي هناخد مثال على الكلام ده، غير طبعا المثال اللي احنا كنا حاطينه ده كانت ارقام طبعا مش مظبوطة، يعني كانت ارقام كده للتوضيح فقط، تمام. المثال اللي معانا هو المثال ده، تمام. زي ما احنا كنا في البداية خالص عرفنا ان في 4 طرق لتمثيل الانشطة، وقلنا ان الفكرة كلها ازاي اربط ما بينهم، اللي هما الاكتيفيتي اون ارو، الاكتيفيتي اون نود، والبي دي ام، وعندنا اللي هو البار تشارت، ازاي اربط ما بينهم، تمام. هما دول كلهم عبارة عن علاقات منطقية، ازاي امثلها، يعني مثلا ايه باخد العلاقة المنطقية من واحد فيهم وازاي احولها للتاني. فانا اعمل الحركة ديت ان شاء الله في المثال ده عشان ايه نتعود على الكلام ده، لان ده دي الافكار اللي بتبقى في الامتحان، ان انت ازاي تحول من طريقة او طريقة تمثيل لطريقة اخرى، تمام. فالمثال اصلا ما يعني كان مدلنا الديوريشن بس، يعني هو كان عندنا انشطة من ايه لحد كي، ومدينا الديوريشن، وكان مدي العلاقات المنطقية في الصورة ديت. الصورة ديت ليها عبارة عن ايه؟ ديت الاكتيفيتي اون ايه؟ اكتيفيتي اون ارو، ليه؟ لان اصلا النشاط مكتوب على السهم زي ما احنا شايفين كده. وعشان تحل مسألة زي مسألة الكاش فلو ديت لازم ترسم بار تشارت، تمام. فاحنا هنحول دلوقتي من الاكتيفيتي اون ارو للبار تشارت، تمام. والكلام ده ان شاء الله عن طريق ان انا بس في البداية خالص اشوف ايه معتمد على ايه، يعني هعمل العملية البسيطة خالص بتاعتنا اللي كنا بنقول فيها النشاط والنشاط الايه السابق ليه، تمام. من الرسم على طول كده
اول حاجه نيجي نبص نلاقي ان نشاط A و B و C مش معتمدين على حاجه، تمام؟ يعني A و B و C تبقى نقط كده، تمام. بالنسبه للدي بقى، الدي هنبص هنلاقيه واخد من النود بتاعه الاي، فهو معتمد على الاي، تمام. ادي الاي الدي اهو، تمام. نبص النشاط اللي اسمه ايه، الاي معتمد برضو على الدي، تمام. يعني الاي معتمد على الدي. هنبص على النشاط اللي هو الاف، هنلاقي الاف واخد من حاجة واحدة بس اللي هي البي، تمام. الاف واخد من حاجة واحدة اللي هي البي، تمام. زي ما قلنا الاف واخد من حاجة واحدة اللي هي البي، بعد الاف الجي، تمام. الجي هنلاقيه واخد من البي برضو، يعني هو واخد الجي اهو واخد من البي، تمام. يبقى نكتب البي. طب الاتش، الاتش فين الاتش؟ اهو واخد من الاف، يعني هو معتمد على الاف، تمام. بالنسبة للاي، الاي هنلاقيه معتمد على حاجتين اللي هما الاي، يعني هو النود بتاعته، يعني بعرف حاجة معتمدة على حاجتين ازاي، النود بتاعته طالعة من حاجتين اللي هي الاي والاتش، تمام. ادي الاي و الاتش. بالنسبة للجي معتمد على السي، تمام، يعني هو اعتماده بس على السي. طب بالنسبة للكي هنلاقيه معتمد على الجي والجي، تمام، معتمد على الجي و الجي. يبقى ديت العلاقات المنطقية قدرت أعملها بشكل سريع كده، تمام. كل حاجة معتمدة على التانية ازاي. يبقى كل اللي احنا عملناه ان احنا عشان نحول من طريقة تمثيل للأنشطة من نوع لنوع تاني، اول حاجة ازاي افهم اطلع العلاقات المنطقية من النوع اللي هو القديم، تمام، واعمله في جدول كده بسيط عشان يعني ابدأ اشتغل عليه، وبعد كده استفاد بالعلاقات المنطقية دي في طريقة التمثيل التانية. تعال نقرأ المسألة الاول، تمام. المسألة بتقول ان ده مشروع، تمام، هيتم الحساب فيه كل 8 ايام، يعني الفترة مش زي الاسبوع اللي احنا كنا بنقول عليه، لا هتبقى 8 ايام، تمام. قال لك نسبة المارك اب 5%، واحنا قلنا المارك اب دي بتبقى نسبة من السيميوليتف كوست، وقلنا الريتنشن بتاعتنا 10%، والريتنشن دي بتبقى نسبة من الريفينيو زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي النفقة او الانفاق. وقال لك في شرطين مهمين جدا في المشروع، قال لك ان الاونر الاونرز بيمنت از ديليد وان بيريود، يعني بيقول لك ان المقاول المالك قصدي اسف بيدفع دفعه، الدفعه بتاعته تبقى متاخره فتره واحده، يعني احنا بنقول فتره 8 ايام يبقى هيتاخر ايه فتره واحده اللي هي ال 8 ايام دول زي ما احنا كنا قلنا في المثال اللي فات. وقال لك لا يوجد دفعات متقدمة، يعني no advanced payment. الدفعات المتقدمة ديت ليه ايه؟ ان المقاول ياخد فلوسه مثلا او ياخد مبلغ معين كده في بداية الايه الشغل بتاعته، بحيث ان هي ايه تزود ال يعني تديله ايه زي حماس كده يبدأ يشتغل، تمام. يبقى خلاص احنا فهمنا المشروع بيتكلم عن ايه، تمام. بعد كده تعالى نرسم بقى الايه البار شارت زي ما احنا قلنا ان هو هيخدمني في موضوع بتاع اللي هو الكاش فلو، تمام. يبقى ديت الشبكة اللي قدامي اهيت، انا معايا العلاقات المنطقية فقط، ومعايا كمان من الجدول هنا الديوريشن، تمام. اول حاجة النشاط A و B و C، تعال نشوفهم كده. قال لك A و B و C مش معتمدين على حاجة، يبقى هما يترسموا اول حاجة تحت بعض كده، تمام. مدة A 4 6 2، يبقى اول حاجة ده 4، ده النشاط A. تعالى نعمل الأنشطة كده باللون مثلا الأزرق، تمام، ونقول ده النشاط إيه أهو، تمام. بعد كده النشاط بي عبارة عن 6 زي ما احنا كنا بنقول، نسمي ده النشاط بي، تمام.
وبعد كده النشاط سي يومين، تمام اهو. حاجة كان السي، بعد كده هنخش على النشاط اللي بعد كده اللي هو الدي، هيبقى معتمد على الاي، يبقى لازم ان الاي يخلص عشان ايه يبدأ الدي، تمام. مدته قد ايه بقى؟ مدة الدي 8، تمام. يبقى تعال نشوف الاي اهو، ننزل تحت كده، يبقى 8 يعني 4 و8 12 لحد هنا كده، تمام. يبقى هو ده بالنسبة لي، هو ده الدي، تمام. بعد كده الاي هيبقى معتمد على الدي، تمام. تعال نشوف الديوريشن بتاعت الاي قد ايه. قال لك الديوريشن بتاعت الاي 4، يبقى 4 من بعد الدي، 4 من بعد الدي فينتهي عند 16، تمام. ده نشاط ايه اهو، النشاط اي، تمام. بعد كده النشاط اف وجي معتمدين على البي، يعني هيبتدوا من بعد البي، تمام. فتعال نشوف كده النشاط اف وجي مدتهم قد ايه، 10 و16، 10 اف، تمام، من بعد البي اهو، 10 من بعد الستة، تمام. يبقى ينتهي هنا، تمام. وقلنا النشاط اللي بعده اللي هو كان الجي، تمام، اللي كان مدته 16، نفس الكلام برضو، يعني هيزيد 6 من هنا، تمام. يبقى من اول هنا لحد 22، تمام. هو ده النشاط اللي اسمه جي، تمام. بعد كده تعال نشوف العلاقات المنطقية، بتقول ان الاتش معتمد على الاف، الاتش معتمد على الاف، يبقى الاتش معتمد على الاف، يعني بعد ما الاف يخلص نبدأ الاتش. طب مدته قد ايه بقى؟ قال لك الديوريشن بتاعت الاتش 8، الاتش 8، 8 يعني هيبتدي من اهو لحد النهاية كده، هو ده الاتش، تمام. بعد كده الاي معتمد على الاي والاتش، احنا دلوقتي شغالين في الاتجاه الامامي اللي هو الايرلي ستارت، يعني كل اللي فات ده كان ايرلي ستارت، فهنشوف الاكبر مين فيهم ونبتدي من بعده، يعني معتمد على الاي والاتش، الاي والاتش يبقى الاتش، تمام. طب مدته قد ايه بقى؟ مدته 6، تمام اهو. يبقى ده النشاط اللي قدامي، ده النشاط ايه؟ اي، تمام، مدته 6، تمام. بعد كده عندي النشاط جي معتمد على السي، الجي معتمد على السي، فين السي؟ اهي يعني في البداية خالص هنا، تمام. مدته كانت 10، يعني هيوصل لحد 12، تمام اهو. هو ده النشاط اللي قدامي كده، هو ده الجي، انا اصلا كاتب الانشطه في الجنب هنا اهو، تمام. طب ده كده الاي، قصدي اسف، ده كده الاي، ده كده النشاط اي، تمام. بعد كده النشاط هننزل ده بس تحت كده، في حصل فيه لخبطه، وده المفروض يكون هو الاي، واللي تحت ده هيكون المفروض هو الجي، ننزله بس تحت، تمام. واخر نشاط معانا هو النشاط الكي اللي معتمد على الجي والجي، يبقى هنشوف مين الاكبر فيهم ونبتدي نشتغل، يعني الاكبر من الجي والجي اللي هو هنا كده. وكانت مدته قد ايه؟ قال لك مدته 10، الكي مدته 10، من بعد الجي من هنا ونحسب 10، هنيجي نبص نلاقينا وصلنا ل 32، تمام.
تمام اهو. يبقى بكده احنا قدرنا نحول من علاقة كانت اكتيفيتي اون ارو ل البار تشارت بتاعنا. هنيجي نبص نلاقي احنا خدنا كام مدة، احنا قلنا كل 8 ايام هو ديت الايه الفترة بتاعتي. يعني اول حاجة لحد 8 16 24 32 وزودنا كمان مدتين زيادة، وبالفعل ده المدة بتاعت المشروع طلعت 32 يوم. تمام، يبقى ديت الأنشطة بتاعتي. تاني حاجة بقى تعال نشوف الجدول وبقية مكوناته. قال لك في الجدول التوتال كوست، اداك التوتال كوست على طول، يعني زي ما احنا قلنا ما خلاكش تحسب الكوست كل واحدة فيها وتشوف الدايركت والاندايركت والكلام ده، لا هو اداك الايه التوتال كوست على طول ب 4000 والارقام دي كلها. بس هنركز جدا وهو بيدينا التوتال كوست ديت من غير اي حاجة كده زي ما احنا شايفين، ولا للايه الجنيه لليوم. تمام، طالما الفترة بتاعتك كانت بالايام يبقى للجنيه لليوم. تمام، فنيجي نبص نلاقي لا كان مديها لنا كده، يبقى احنا لازم نحولها. نحولها ازاي؟ ان احنا نقسم على ديوريشن كل نشاط، يعني ال4000 على الاربعة تديني 1000، ال12 على الستة تديني 2000، وهكذا لحد ما نكون بقية الجدول. وناخد الكلام ده ونعمله على الرسمة بتاعتنا. يعني احنا قلنا هنا ال A عبارة عن 1000، تمام اهو ال A عبارة عن 1000، البي هكذا. مثلا هنعبر عنها مثلا الألف الواحد بواحد يعني. تمام أهو، يعني الـ A 1000. هكمل أنا الباقي بقى كده. الأرقام اللي قدامي ديت بتمثل التكلفة بس للألف، يعني مثلا الـ A كل يوم من الأربع أيام بتوعه بـ1000، الـ B نفس الكلام كده من كل يوم من الست أيام بتوعه بـ2000. وتعالى بقى نكمل بقية الجدول وبقية المطاريب. الجدول اللي رسمناه اهو، تمام، حطينا الخانات بتاعتنا اللي هي الكوست والسيموليتف كوست والاكسبنس والريفينيو. دول كلهم كانت أنظمة الدفع من المقاول للعمال وكده. أما نظام الدفع من صاحب المال أو من المالك للمقاول، هما الشوية اللي بالأخضر دومت اللي هما الريفينيو تاني، بس بعد ما نشوف بقى هو هيأخره قد إيه زي ما كنا بنقول في المسألة، والريتنشن والإنكم، وفي الآخر خالص الكاش فلو بتاع الإيه الرسمة اللي إحنا نرسمها. عايزين نعرف إزاي نحدد الكوست. أول حاجة معانا هنجيب كل يوم من ده ونشوف الأنشطة اللي مر بيه، تمام، وعلى حسب كل نشاط هتكتب الكوست بتاعته. يعني مثلا اليوم الأول ده مر فيه إي تمام وبي وسي، هيبقى فيه 1 زائد 2 زائد 2 يبقى فيه 5. تمام، النشاط اللي بعده هيبقى فيه 1 زائد 2 زائد 5 برضه زائد 2 يبقى 5. النشاط اللي بعده كده السي خلص معايا، يتبقى لي ال A وال B اللي هما التلاتة، وهكذا 3 كده ال A خلص، يتبقى ال B دخل معايا هو وال D وال G. تمام، وكان ال G أصلا كان داخل من البداية من بعد ال C، يعني من أول هنا كان فيه ال G، يبقى برضه 5 أهو و5. تمام، يبقى بعد الخمسة اللي هي كانت جاية من هنا ده نشوف الصف اللي بعده هنلاقيه مرر فيه طبعا الـ A خلاص طلعت، يبقى عندي B و D و G هيبقى 6. اللي بعده برضه هيبقى نفس الكلام 6. ونخش على اللي بعد كده الـ H، هنلاقيه بقى خلاص خلصنا الـ B بس دخل معانا الـ G والـ F. تمام، الواحدة منهم الاتنين دول مع بعض بـ3 يديني برضه هيبقى هنا 7، وفي النهاية 7. بعد كده نجمع الخمسة مع الخمسة تمام لحد 7، ونجيب الرقم في النهاية ونحطه في نهاية الفترة. يعني هو يدفع ده كله في النهاية يطلع لي الرقم ده بـ46. تمام، تعال نكبر هنا كده عشان ايه تبان. تمام، الكلام ده كله هتعمله مع الفترات الباقية. يعني واحنا جايين واقفين هنا ونشوف ايه الأنشطة اللي معاك وتبدأ ايه تحط الرقم، بعد كده الرقم اللي بعده في النهاية توصل للرقم ده. وبكده انا اكون عملت الفترة التانية تمام، والفترة التالتة والفترة الرابعة بتاعتنا. بعد كده كده يبقى خطوة الكوست خلصت. تعال نشوف الخطوة بتاعة السيموليتف كوست. يعني هنقول مثلا اول حاجة عندنا 46 لان مفيش حاجة قبلها، بعد كده هنجمع عليها 52 تدينا 98، هتجمع عليها ال 32 تدينا 130، زائد ال 50 يبقى 150. هنكبر الرقمين دول عشان مش يظهروا الرقم ده بس اللي ما ظهرش. تمام،
بعد كده الاكسبنس احنا قلنا ان هو هيدفع المصاريف بتاعته immediately، تمام؟ يعني تعال نشوف كده تاني مسألة، هو ما كانش واضح قوي بس هي immediately، تمام؟ بعد كده يبقى ده 98 زي ما هي، 8 وديت 130، آسف، وفي النهاية خالص 150. تعال نشوف الريفينيو، احنا قلنا الريفينيو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 زائد المارك اب، نسبة المارك اب 5% مضروبة في الاكسبنس، تمام؟ يبقى نضرب ال 46 في 1.5 وال 98 وهكذا، يعني أول رقم ده هيطلع لنا بيه، هيطلع لنا ب 48.3 زي ما احنا شايفين كده. بعد كده الرقم ده هكمل انا بقية الجدول كده، وبكده يبقى في نهاية، وبكده يبقى في نهاية الانفاق، يعني مثلا في نهاية كل اسبوع المقاول دفع 48.3، ده في الفترة الاولانية قصدي، اسف، بعد كده في الفترة التانية دفع كذا وهكذا، يبقى في النهاية خالص دفع 1,157,500. احنا كنا بنقول اصلا الكلام ده بالالف، تمام؟ تعالى بقى نبتدي المرحلة التانية، وهي مرحلة الدفع من المالك للمقاول. كان بيقول في المسألة كده، كان بيقول ان الاونرز بيمنت از ليد وان بيريود، تمام؟ يعني هنبتدي من الفترة التانية، يعني بقى ننزل كل ريفينيو قبل كده اللي احنا عملناها بس متأخرة هنا كده، تمام؟ يعني هي تبقى 48.3، تمام؟ هنا 102.9، 136.5، وفي النهاية انا هو 157، يعني ناخد نقط دي كده كوبي نحطها هنا كده، الخانة بتاعة الريتنشن قلنا اللي هي تبقى عبارة عن نسبة من الريفينيو بتاعتنا، يبقى هنشوف هو كان بيقول عليها كام، 10%، يبقى تعال نحسب 10% ديت، هنا يبقى 483 وهكذا، تمام؟ طبعا الكلام زي ما احنا قلنا قبل كده ده بالألفات كله، تمام؟ خلاص حسبناها. نشوف الانكم بقى، احنا قلنا الانكم عبارة عن الفرق ما بين الريفينيو ناقص منها الريتنشن، تمام؟ يبقى هنطرح الاتنين دول من بعض، هيدينا الارقام ديت. هنلاحظ برضو ان الرقم الاخير ده زي ما احنا كنا قلنا قبل كده، ان هو هنشوف بقى الريتنشن ديت اللي هي 15 وشوية دول هيديهم له امتى، ممكن يديهم له في دفعات بعد كده، يعني لو احنا مثلا قلنا في الفترة اللي هي اللي بعد الخمسة ديت ممكن يديهم له هنا كده، يعني بعد فترة يديله 15,750 جنيه، تمام؟ أو ممكن يديهم له في آخر فترة زي ما هو عامل هنا كده، يبقى الرقم ده أهو هيبقى نفس الرقم اللي فوق، يعني ما اتطرحش منها قيمة الريتنشن، تمام؟ تعالى بقى نحسب مع بعض كده الكاش فلو، تمام؟ زي ما احنا قلنا في المثال اللي هو كان المبسط خالص، قلنا إن احنا كان في البداية أصلا كان عندنا مصاريف اللي هي ال 46، يعني كنا بنقول بنطرح حاجتين من بعض، بنطرح الانكم، تمام؟ الانكم اللي هو اللي تحت بالاخضر ده هننقص منه الصف الثاني ده اللي هو بتاع الايه سيميليشن كوست، تمام؟ فعندي في البدايه خالص في بدايه الفتره كان عندي انكم بصفر، تمام؟ وعندي مصاريف كنا دافعين 46، يبقى في البدايه خالص بيه هنا في الفترة الأولانية ديت مش هتحسب لها حاجة، لكن من أول الفترة التانية هتبدأ تحسب بقى. في البداية خالص هنا كانت 46، تمام، بالماينس، تمام. بعد كده لما بدأ يقبض بقى هو 43 وشوية، تمام، آسف، المفروض في البداية هنا خالص كانت بصفر ومعاها 46 بالماينس، تمام. هنا بقت سالب 98 زي ما احنا كنا بنقول في بداية الفترة اللي هي الفترة التانية ديت اللي هي كانت بعد 8 أيام من الفترة الأولانية، كان هو دفع 98 في السيميوليشن كوست وما كانش لسه قبض حاجة، تمام؟ بعد كده هيبقى قبض 43,470 جنيه، هنطرحهم من أو نطرح منهم 98
هيدينا الرقم التاني. الرقم التاني تمام اللي هو بيمثل لي هنا 54 53 تمام، برضو الرقم ده بالسالب تمام اهو. بعد كده نخش تمام، بعد كده نخش على الرقم اللي بعد كده. زي ما كنا بنقول ان انا لسه قابض في الفترة ديت 43470، يبقى يستمروا معايا في الفترة اللي بعدها، في حين ان انا صارف ساعتها في السيميوليشن كوست 130. يبقى هنقول 130 نقص منها 43 47 هيدي لي هنا رقم تمام. ولما اقول بقى ان انا خلاص قبضت 92061، يبقى يطرحوا او اطرح منهم قصدي اسف ال 130، هيدولنا برضو رقم بالسالب. تعال نكتب الرقمين دمت، الرقمين دمت في بداية الفترة التالتة كانوا سالب 86 53 تمام، هو ده اللي كان اصلا دافعهم المقاول تمام. بعد كده بعد ما قبض ال 92 61، بقوم دافع برضو في فرق عليه 37390. تعال نشوف الفترة اللي بعدها، هنقول برضو نفس الكلام، هنبقى نيجي نبص في السيميوليشن كوست 150000، هنطرح منهم ال 92 او قصدي اسف العكس، وبعد كده نقول 122 نطرح منهم ال 150، هيدونا برضو رقمين سالبين تمام. نحسبهم كده، ادونا الرقمين دمت اللي هم سالب 57 39 وسالب 27 15. في النهاية خالص هنقوم احنا قايلين زي ما احنا كنا قلنا، هنا في هنا 150 المفروض تمام، وهنا 150 وهنا 157.5 تمام. في النهاية خالص هنطرح بقى هنقول 122.85 نقص منها 150 اللي هي بتاعت السيميوليشن كوست تمام، هيديني رقم. بعد كده في النهاية خالص هنقول ان 157 نقص منها المية وخمسين، يعني الانكم ده الاخير خالص هنقص منه السيميوليشن كوست 150، هيديلي كام؟ 7.5. يبقى هو ده المارك اب بتاع الراجل، يعني هو ده الربح بتاعه تمام. المقاول دفع 157500 في مدار المشروع كله تمام، وكسب من وراء الموضوع ده كله 7000 جنيه تمام. زي ما احنا شايفين كده، هو ده اخر رقمين معانا تمام. الرقم الاخير ده طبعا هيبقى بالموجب تمام، هما بس بيدخلت في بعض، يبقى سالب 27 15 والتاني ب7.5. وبكده نقدر دلوقتي نرسم الدياجرامات بتاعتنا. زي ما احنا كنا بنقول الدياجرام بتاع الكاش فلو هيبقى عبارة عن خط رأسي تمام، يعني مثلا بالنسبة للفترة 2 كده في نهايتها هيبقى عندي رقمين، واحد بالسالب كبير وواحد بالسالب صغير، يعني يبقى قدام الرسمة دي كده تمام. يبقى أول واحد اللي هو 98 ده أهو، وبعد كده الناقص خلال الفترة التانية ديت لحد ما وصل ل54 وشوية، يعني زي ما احنا كاتبين كده لحد 54 53 تمام. بعد كده في الفترة التالتة في رقمين برضو، اللي هو الرقم الأولاني اللي هو 86 والرقم التاني ب37، يبقى 86 أهو و 37 تمام. بعد كده 57 و 27، 57 و 27، وفي النهاية قلنا عندي 27 دي هتفضل ثابتة معايا، ويوم طالع عندي فوق هنا 7.5 اللي هما المارك اب بتاع الراجل او مكسبه من المشروع. وكده قدرنا نرسم الكاش فلو. في كمان عندنا رسمتين، رسمة في كيرفين، في كيرف واحد وكيرف اتنين تمام. الكيرفين دول ما اتقالك بيمثلوا ايه بقى؟ قالك بيمثل اول واحد بيمثل علاقة ما بين التايم والايه السيميوليتيف كوست تمام. يبقى ما بين التايم والسيميوليتيف كوست، يبقى اهو ده السيميوليتيف كوست، والتايم طبعا زي ما احنا كنا بنقول هو عبارة عن الصف اللي فوق بتاع المشروع نفسه. يبقى اول حاجة عندي 46، بعد كده 98، بعد كده 130، 150 150، وثبت في النهاية ب150. فنيجي نبص اهو نلاقي الرسمة بتاعتنا بتزيد لحد ما قامت ثابتة عند 150، يبقى الرقم ده اهو 150 تمام. وتاني كيرف بالنسبة لنا هو الرسمة ما بين التايم وال الانكم تمام.
والانكم بقى بيبقى اسمه ستيب كيرف، يعني كيرف زي ايه، زي سلالم كده، تمام. بنقف عند التاني، كان عندنا في البداية خالص ما كانش قبض حاجة خالص، بعد كده في الانكم حتى لو احنا فاكرين الارقام هيت، كان قبض 43 47 من 100 ألف، تمام. بعد كده ده الرقم اللي هيطلع له، وهيفضل فترة زي ما احنا كنا بنقول حتى في الكاش فلو، ان احنا بنفضل ماشيين، يعني بداية الفترة التالتة هي كانت نهاية التانية، فنفضل ماشيين شوية بتوع 43 دمت لحد ما نوصل ل 92، يعني تمام. ادي الرسمة بتاعتنا اهي، يبقى من الاتنين 43 وشوية، فضلت ماشي ب 43، وبعد كده قمت طالع لحد فين، لحد الرقم التاني ده اللي هو 92 وشوية، بعد كده هتمشي بال 92 وتطلع لحد ال 122، تمام. هتقوم طالع شوية دمت، بعد كده هتمشي بدمت وتقوم طالع لحد ما هو كان صارف خالص اللي هو الكام، ال 157، يبقى برضو الشوية الباقيين دمت هما المارك اب بتاع المقاول اللي هو مكسبه من المشروع. وبكده نكون خلصنا المسألة، وإن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، تمام. كده يبقى احنا قدرنا نعمل كاش فلو أو مسار للتدفقات المالية طول المشروع، ده كان مثال بسيط كده، وبرضه كسبنا خبرة إن احنا قدرنا نحول من نظام من أنظمة تمثيل الأكتيفيتيز أو الأنشطة، تمام، لنظام تاني اللي هو البار تشارت، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.